فأنا بالنسبة لي كنت شغالة في مكان، صاحب المكان في مرة يعني قعد يعرض عليا الجواز كذا مرة، وعارف أصلا إن أنا متجوزة، فأنا سبت المكان. وموضوع يعني منتشر جدا، برضو كذا حد بيحصل لي الحاجات ديت، بس في ناس كتير ما بترفض إن هي تطلع تتكلم. أنا بالنسبة لي مش حابة إن أنا أرفض، وبرضو يعني أنا اشتغلت في أماكن كتير برضو يعني بيحصل الموضوع دوت، والموضوع ده منتشر جدا. ايوه، عرض عليا فلوس، انا كنت محتاجه مره فلوس، قال لي انت عايزاه اديهولك وتعالي معايا وكذا، يعني ايحاءات جنسيه كتيره قالها لي، وانا رفضت، قلت له لا انا الطريقه كويسه، مش حابه ان انا اعمل حاجه زي كده. بس هو عارف ان انت متجوزه؟ اه، عارف ان انا متجوزه اكيد طبعا، يعني الرئيس ما كانش لسه مصدق على قانون التحرش، ما كانش لسه في عقوبه، فانا يعني ما كنتش هعرف ان انا اتحرك بحاجه زي كده. لا اكيد هروح اعمل محضر، ما دام في عقوبه، في جنايه، في حاجه كويسه ان الرئيس عملها، عشان خاطر يعني كل واحد يعرف حقه. نفسيتي بتبقى وحشه جدا، بتبقى حاجه مش كويسه، بيبقى بتقعد يعني حوالي بيبقى في صدمه كده اكتر من يومين ثلاثه، بيبقى في صدمه جسمي كلها حاسس بيها، وببقى رافضه تماما ان انا اطلع للشارع، ان انا رافضه ان انا اتكلم مع حد، ببقى صامته مش عايزه حتى افتح الباب الاوضه ان انتي تطلع لاي حد. انا من شهر 12 اللي فات تمام بيجي لي اكونتات على الفيس مختلفه باسماء مختلفه تمام، كلها ايحاءات جنسيه وكلام جنسي، بعمل بلوك واعمل ديليت. اخر حاجه يوم 22/7 جالي على الجيميل من ايميل برضو معرفوش، برضو نفس الكلام، نفس الطريقه والاسلوب الجنسي تمام. رحت عملت محضر في مباحث الانترنت يوم 28/7 تمام، قال لي ماشي اوكي، خدت المحضر، قال لي تعالي اسألي بعد 10 ايام. رحت سألت، المحضر راح اسمه بولاء، ما فيش اي حاجة في المحضر مكتوبة، لم نتوصل لشيء. قال لي طلعي على النيابة، النيابة هتجيب لك اكيد هتتصرف. طلعت على النيابة، رئيس نيابة بولاء قال لي انا ما اقدرش اعمل لك اي حاجة، اللي خلى مباحث الانترنت ما عملتش حاجة، انا ما اقدرش اتوصل لشيء. لا طبعا، يا كل كلامه وطريقته، هو حد عارفني كويس، هو واضح ان هو حد قريب مني، لان هو بعت لي في رساله من الرسائل صوره ليا وانا في فرح، انا معرفش هو جابها منين الصوره دي تمام. فلا هو واضح ان هو حد قريب، هو بيقول لي انا هجيبك واعرف اوصل لك وكده يعني. فانا يعني انا بناشد وزاره الداخليه ان هي تتحرك في المحضر بتاعي، لان انا والدي ووالدتي يعني حضرتك مش عارف احنا نفسيتنا في البيت عامله ازاي بسبب الكلام ده، لان احنا الكلام ده اول مره نشوفه، اول مره نسمعه اصلا في حياتنا يعني، واول مره اتعرض لموقف زي ده بصراحه. فانا عايزه يعني عايزه اعرف مين الشخص اللي مطاردني كده يعني. اكيد دي حاجه كويسه طبعا يعني، ان احنا نقدر ناخد حقنا، لان موضوع التحرش انتشر بشكل فظيع، سواء على الفيس سواء في الشارع يعني. فدي اكيد حاجه كويسه يعني من الحكومه ومن الدوله ان هي ان هم يتحاسبوا ويتسجنوا، ويبقى في عقاب مادي وعقاب بالسجن.